روقي يا بنتي روقي حاجك خايفي خلص انت هون بامان تاخر صافي وينو ولا هلا انا نازلة لا لا دخلك ما تفتحيش الباب شبكي انت مرعوبه هيك يا معقول يجي لعنا على البيت ما تصافي بيذبحوا خايف منه يا حجه والله خايف انت ما بتعرفي لخي واحد ازعر بنص عقل وانت كمان بتعرفيش ابني صافي انا نازله شوف شو صاير روقي رسميه روقي صافي ابني طمني شو صار خفيش امي محلت اختي خيك ما عادش عم يدور عليكي فيك ترتاحي قلنا له ما دخلت على الحاره يعني خلص صدقك ما عادش رح يجي لهون ما عادش رح يدور علي ما عاد رح يدور عليكي الحمد لله خي شفتي قلت لك خيك زعوري كانه حامل فرد على خصره كثير يا تعتير يا انا شو ناوي اقتل اخته يعني بالفرد الله يعينك ليكي بنتي ما زال خيك بيحمل الفرد وبيقوص مش هخليك تفلي من هون كيف؟ ايه بتضلي هون عنا بالحي مش ضروري عنا بالبيت هيك بتضلي بامان لكن انا قررت اني خلي بعدين بعدين شو في شو صار رسميه شو قلتيه تخمين ماشي قلب كميون خضره على الطريق كميون وين ظهر البيضة يا حرام الله يعينك يا ابني الله يعينك شغلي ورا الدين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما اصير هدى؟ ايه ستنا شفتي ليش البابا وين؟ لا ستنا طب رجع شغلك